طيب هلا بنيجي على استراتيجية جديدة للسيرش اسمها ديب فيرست سيرش. شو الديب؟ كيف الديب بشتغل؟ الديب هاي مثلا أنا عندي السيرش جراف سيرش سبيس. طبعا سيرش سبيس أنا بشوفه كتري صح؟ وفهمت شو الفرق بينه هو كجراف أنا كيف الألغوريثم تبعي بشوفه كتري. فشو بسوي أنا هون؟ افرض اني انا بدي اقطع هاي طبعا انا بكون هو كيف بشتغل؟ لحظه البريد اشتغل هيك مزبوط؟ بعدين مزبوط؟ مش هيك البريد اللي اشتغل؟ الديب شو بساوي؟ بنزل على الشمال او على اليمين مش مشكله بس عاده على الشمال بلكا هون بيجي هون هاي قدام متري بضل ينزل عشرة بخل بلكا في بعدها فش بلكا شو بقول برجع بكمل هلا الناحية اللي الشكة الثانية بعدين ينزل هون بعدين هون بعدين برجع بكمل هون بعدين بكمل هون إذا ملكيش طرد ملكيش برجع هون بيجي على هاي بكمل هيك خلصت بيرجع هون بيكمل هيك فهمت علي؟ كمان مرة أول ما بيجي بيجي وين؟ هون يعني بيجي هون بفحص هل أنا في الجول؟ لا هل أنا في الجول؟ لا هل أنا في الجول؟ لا ماذا؟ بيجي هل أنا في الجول؟ لا 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 ها؟ كمل هون هل أنا في الجول؟ لا هل أنا في الجول؟ لا هلا نيجي نشوف كيف هو طبيعته شفتوا كيف يعني نزل هيك تا اشتغل هذا هيك اشتغل طلع الورست كيس انه ما نلقى الجول كا هون الورست كيس يبقى هلا اذا كان الورست كيس هون بده يلف يتحسن كلهم قبل ما يوصل ماشي هاي فكرة الديب سابع هلا لاحظ انه اللي انا بحطه بالفرنج بالستاك وبالكيو تبعتي احتفظ لاني لازم اعرف وانا هون عشان تعرف ترجع جيت انا هون مزبوط وصرت هون هلا بدي اعرف انه انا لسه لما اجي هون شو بدي شو بضل في ايدي؟ لاحظ انا هون انا بكون عارف وانا هون انه انا قدامي نود بي قدامي نود سي بخزن سي بدخل وين؟ في بي خزن سي بعدين بتخزن دي واي هلا جيت هون هلا شو بشوف؟ دي بشوف دي واي دخلت على دي خزنت كمان مع سي هلا شو صار؟ دي ايه سوري اي لما دخلت على دي طلعت هون لحد الان شو في سي واي مزبوط هلا وانا في اي وانا في سي واي دخلت على اي شو شفت؟ اتش او اي بخزن اي بدخل على اتش بخزن اي بدخل على اتش شو صار عندي؟ سي واي بس لما لا لما دخلت على اتش صار سي سي واي و ام و ام مزبوط خلصنا ال بطول من الاستراق تبعتي ام بفحصها مش هي الجول بطلع بطول ام من الاستراق فهمت علي؟ هيك لاحظوا انه هذا بحط في اذا بتقارنوه في البريث البريث شو كان؟ انا هون شو بحط بالاستراق تبعتي؟ بي و سي صح؟ ركزوا معي بحط بي وسي جيت على بي شو كمان بحط بالستات دي و اي بالاضافه لسي بطول سي بستعمل شو ضل بالك بالستات دي و اي دي و اي بضيف عليهم وانا لما باجي شو بضيف عليهم اف و جي اتصال في عندي بالستات دي و اي و اف و جي بلشت بدي شو ضل بالستات اي و اف و جي جيت على اي
شو 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 بضيف على الاستعانه الجوال في عندي اف و جي وبضيف عليه ايه شو قال خلص بستخدم كيو بدل الاستعانه فيرست ان فيرست اوت مش مشكله بس تخيل انا بدي اصور لك قديش بستعمل من الفرنش تبعتي سبيس ومقارنه بين البريث وبين الدب هلا واضح لنا انه في الدب بيستهلك ميموري اقل بخزن اقل شو مشكله الدب طلع احسن بصوركم اياها مليحه احنا في جامعة بير زيت وبدنا نروح على وين على رام الله مشينا اول لكن المفرق اللي تحت الجامعة في على الشمال وفي على اليمين هلا اللي على الشمال بيودينا على قرية بير زيت واللي على اليمين بيودينا على قرية ابو كاش صح هلا بدنا نمشي على الشمال مشيت على الشمال لا وصلت بير زيت في هنا في عطارة وفي شو اسم البلاد اللي بتروح على الشمال اللي بتروح اول طريق هناك شي جيل ها نفترض انه في عندنا جبنة وعطارة والنبي صالح كمل وين بتروحي النبي صالح النبي صالح وين بتروحي انت عارف بجوز توصل الصين وانت لسه مش مجرد تروح على ابو كش وهي لو رحت على ابو كش خطوتين ثلاثه بتوصل على اليمين بتوصل رمال شفتوا شو مشكلته فاذا في المابس فيش اسوأ منه الدب مزبوط طيب تقراوا هذه السبيسيفيكيشن فهل هو كومبليت؟ ويل يس اذا سوري نو نو اذا دخل في انفينيت ديبث سبيس لا هلا فلسطين كثير صغيره فلو راح على النبي صالح وكمل على فكره بجوز يكمل يروح من النبي صالح على كره تلسلفيت وبعدين على طول كرم وكلكيلي وجنين وهذول يلفين ويرجع يروح على الخليل لسه وهو بعده ماشي وبعدين يرد يرجع يكمل اخرى واحده ويرد يرجع ويكمل اخرى واحده حجم هي نفترض مليون اوكي مثلتين صغيره بس تخيل انه البلد كبيره مثلا هون حجم اللي بودي عليه كثير ضخم فبرجع ايش بدنا نسميها نو اف اذا وقع في دبث بيكون هذا الدبث كثير طويل او انفنت طبعا اذا لا بيكون قم الطان تبعه ام للقوه سوري بي بي للقوه ام شو كنا بي البرانشين فاكتور الماكسيمم برانشين او الافريج بس الماكسيمم برانشين فاكتور 433 وام الماكسيمم ديب اوف ستاتستكس ها الماكسيمم ديب if the solutions are dense maybe much faster than breath هلا مرات انا مش اللي بقول بس قول واحد ممكن يكون عندك اكثر من قول كيف اكثر من تخيل ان انت بسيارتك بتكله مش روح من هون على جنين بتكله روح وديني على اقرب كازينو كازيه طب قديش كازيه بالمنطقه كثار فممكن يكون في عندنا بالسيرج اكثر من جول ها البياع يعني طبعا اشتغل على اشتغل البياع يعني خلينا زي انا مثلا بروح على شو يعني اكثر من جول الديستنيشن تبعتي ممكن يكون اكثر زي واحد بدور على كازيه شو مهم اي كازيه بالكاهي جول وممكن يكون عندي اكثر من كازيه بالشرط
زي ما قلت لكم السبيس تبعه والستريس كومبلكسيتي تبعته لينيا المستهلك اكثر. وطبعا مش اوبتيمال هذا بعطيش اوبتيمال. هلا الديب جوز اوف انتو وان برانش انتل ات ريتش ذا ليف نوت سامسبور ها بدخل في خلص جمع التفرع بس ايوه جمع التفرع. Not good if the goal is on another branch. هاي مشكلة. دائما اذا الجول على الفرع الاخر يكون سيء. Neither complete nor optimal. Uses much less space than breath. البريث سموك كيرفول باي تشيكينج الترنتس. يعني هو ليش بمسح اول ليفل بعدين بمسح الليفل اللي بعده. يعني هو كذا بدي اعيد الكلام. زي مثلا انا نزلت على مفرق الجعبه ما ظلتش مكمل على الشمال 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 رحت شفت بير زيت هيل جول لا رحت انا وكرش هيل جول لا بعدين برجع بمشي خطوه زياده بعد بير زيت بروح انا لصالح عطايا جفنا هيل جولز لا برد ارجع على ابو كرش بطلع على بس سرده بفحص هي لا برد اكمل كوب على الشمال بمشي كمان خطوه بلف عليها برد ارجع على اليمين برد. فبعمل هاي بطريقه السكانر فماتش سوري مور كيرفول باي تشيكينج اول الترنتيفز كومبليت اند اوبتيمال طبعا اندر موست سيركمستانسز مش في كل الظروف بس جزء من هذه الحاله بيستهلك ذاكرة ضخمة جدا. أهمية الذاكرة كثير مهمة بالمناسبة. بجوز بعضكم ما يطلعش إنه يعني أوكي هو الكمبيوتر الذاكرة في رخيصة كثير. نو بس أنت أصلا مثلا كثير من الأبليكيشنز أصلا بنستعملها وين إحنا؟ على الموبايل على جوالنا. فالذاكرة كثير لا زالت ذاكرة هذا الجوال إيش؟ كثير الذاكرة كثير مهمة مرات. For a large tree, breadth first search memory requirements may be excessive. Sorry. For a large tree, if the can't be large, a breadth first search may take excessively long time to find even very nearby goal nodes. هلا سؤال. تقدر تجمع اثنين مع بعض؟ البريث والديبث؟ نعم، البريث مش ديب يعني؟ أنا بكتر حياتي أكون أحسن من البريث. إحنا لحد هلا أخذنا البريث، يونيفورم كوست، والديبث. شو في أفكار أحسن؟ لسه كل واحد أسوأ من الثاني هلا في شغله. هلا في فكرة انه اوكي بدل انا ما شو مشكلة الدب؟ انه بضلك ماشي لوين؟ لوين؟ وين الاخر؟ وين الاخر؟ يعني فيش جول بدك تضلك ماشي شمال 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 بتدخل ويبقى الجول بحدك وانت ماشي كثير شمال. هلا في حل وهي مشكلته هاي مشكلته الكبرى. الحل هذا ايش بقول؟ انه انا هاد اكثر حالين انه الدبث يكون فليكس خلص افحص ل 20 طب افرض شوف ممكن كلامكم صح ممكن يكون بعد ال 20. هلا لو انك انت بتسممي ان الكارنيه جايتك على الجوال قولي له نافيجيتر وين اروح؟ تلك بجوز انه الناس لما بتستعمل جوالاتها عشان تروح على مكان قد ايه بتكون بعيد عن المكان اصلا؟ مش تعرف كيف المنطقه بس انت بتكلم مرات حق المنطقه فبجوز يزبط 90% هذا في الابلكيشن تبع الكار نافيجيشن مزبوط؟ ففي مرات تزبط هذول التحديدات اللي بنحددها انه خلص روح على الدبث معين. فهمتوا علي؟ فإن نحط دبث ليميتد دبث قد يكون
انه يخفف من المشكله. هلا او في انا شيء ثاني اتريتف ديبينج ديف. اوكي جربت انت لحد وين؟ خذي بدنا نستعمل ديف بس بدنا نعمل رن للالجوريثم اكثر من مره. اول مره ديف زيرو. شو يعني ديف زيرو؟ انا في الوقت يعني هل انا بالجول ولا لا؟ المره الثانيه ديف واحد يعني ايش؟ ديف واحد يعني انت عم افرق الجامعه افحص بير زيد ابو كاش. المره الثالثه شو تساوي؟ تبلش من نفس المكان. نعم مضطر ترجع تبلش من الصفر. المره الثالثه ها ايش حكوا؟ المره الاولى ليميت صفر دف يعني صفر. فبدي ادخل انا فيه هي انا هون بفحص الموت هي في الهيل جول؟ لا. المره لما بعمل دف واحد بفحص هي انا هون باجي هون هيل جول؟ لا. بروح على الثاني هيل جول؟ لا. خلصت وصلت الجول؟ لا. المره الثالثه بتخيل انها تريني ايش معناها؟ برجع من الصفر. ضروري تفهم برجع من الصفر. لا برجع من الصفر. برجع من الصفر بقول يلا نبحث في هدف جيت هون بعدين جيت هون 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 كملت هدف الان خلصت هاي الفرق جيت على الفرق الثاني فحصلت خلصت. كيف الجول؟ لا. برد اعملها كمان مرة. كمان مرة. بزيد التايم. لا بزيد مش لانك مرة كنت ترجع مرة تبطل. لا بزيد التايم اكثر ممكن. هلا بدنا نفحص. هلا بدنا نفحص. هلا المرة هاي ليميت ثلاث، يعني واحد اثنين، يعني هاي واحد اثنين ثلاث. فحص. وكأنك مش صفر. رجعت. هلا على فكرة جاوبك؟ لا بخش. لا. كم نود بليفل زيرو؟ واحد. واحد. كم نود بليفل اثنين؟ ثلاثة. واحد اثنين. واحد اثنين قد ايه؟ ثلاثة. كم نود بليفل أربعة؟ اثنين وأربعة. لا كم نود سوري كم نود بالليفل الثالث؟ أربعة. أيوه أربعة. أيوه. سيزون ليفل اثنين. هلا هان واحد صح؟ ليفل زيرو واحد. ليفل اللي بعده بنسميه اثنين زاد عن يعني زاد مره صار المجموع هذا قديش ثلاثة يعني معنى اخر اول مره في عندي نود فحصتها ثاني مره في قديش نود؟ ثلاث المره الثانيه ثلاث ايش كلهم مجموع من الثلاث صح؟ المرة اللي بعدها كم نوع؟ سبعة. ملاحظ؟ اللي بعده يعني كل الشجرة فيها سبعة نودز، يعني عندي سبعة هي مثلا سبعة اوبريشنز. كل نود اللي بعدها فيها قديش؟ ثمانية. يعني بمعنى آخر لما بنزل ليفل واحد بتضاعف اللي فوق. فأنا إذا وفرت حالي إذا أنا وفرت على حالي ليفل بوفر حالي كثير كثير بوفر حالي. هي تشبه الدب زائد البريد يعني تشبه الدب زائد البريد تجمعهم الثنتين تجمعهم الثنتين أسرع من هات نشوف كومبليت يس أوف كورس بي إز فاينل يعني محددة مش انفينيت طعن اصعب من البريث بي قوه دي لان هذيك بي قوه دي بلس 1 دي بلس 1 هاي دي بلس 1 لك السبيس لينير لانه بي ضرب دي سبيس بي ضرب دي سبيس لاني بعمل ريست كل ما بعمل اتريشن عمال بعمل ريست الكاونتر فبستهلكش ذاكره كثير شفتوا كيف؟ طيب
هلا الايتريتيف ديبينج سيرش لاحظ هات نشوف the nodes in the bottom level. اذا النودز بالبوتوم ليفل تحت نشوي ار جنريتد وانس. Those on the next bottom level are generated twice. يعني أول مرة عملت مرة، بعدين عملت ثنتين، بعدين عملت ثلاث زائد أربعة سبعة، بعدين ترد عيد السبعة زائد ثمانية، ثمانية زائد ما أعرفش قديش فهمتوا كيف؟ هلا فالإتريتيف ديبينج سيرت بروح أول مرة هيك هيك الكومبلكسيتي تبعته دي دي شي دي ديب ضرب البرانشينج فاكتور زائد اللي هي أول مرة زائد ضرب اثنين ايش القوة اثنين زائد بتوصل القوة دي. هذا مجموع ايش النودز اللي بعملها جنريت مزبوط. هلا لاحظ هاي كميه اخر وحده تساوي الكاف هذول كلهم مزبوط. يعني اخر ليفل في دائما اكثر من كل الليفل اللي قبله فهمت على هذا التان كومبلكسيتي. هاي التان كومبلكسيتي قلنا الكومبير ويز بريد فيرست سيرت في البريد. لاحظ هاي البريد وهاي الكريتيك البريد قديش كانت بي زائد بي تربيع يعني زائد بي تربيع هو دي ماينس واحد ضرب دي. المهم لاحظ كيف حسبها سبوز انه في البرانشنج فاكتور عندي 10 يعني كل نود طالع منها 10 والليفلز قديش ليفل؟ 5 الايتريتيف ديبينج قديش يستهلك؟ 123 الف اوبريشن. البريد فيرست سيرت يستهلك 111 الايتريتيف ديبينج behaves better in case the search space is larger. يعني غلط تقول هذا الالجوريثم هذا اذا الكيس عندي لارج جراف اللي عندي search space كبير سوري اذا عندي صغير الدب احسن هذا الزمن بس اذا كبر انه بصير احسن الاتريد ديبينج. هلا انت قصدك الكبر زبد الدوب ديب فو برانشنج فاكتور اثنين برانشنج فاكتور والديب يعني عدد النوتس اللي فيه اذا كبر الاتريد احسن بتفوق بس اذا صغير اذا صغير الديب احسن. طيب when searching a binary tree لليفل 7 طلع عندنا ليفل depth 7 depth first search requires 255 نود لتريد ديبي 512 مزبوط. طيب when searching tree with a branch factor 4 الدب كديش بعمل؟ 21,000 لتريد ديبي 29,000 The higher the branching factor كل ما بيزيد كل ما بيزيد branching factor the lower the relative cost of iterative deeping الiterative deeping بيكلف وقت أقل. طيب هلا في فكرة ثانية شو بتقول؟ هان نشتغل باي دايركشنال. كيف يعني باي دايركشنال؟ كل واحد دور على الثاني. انا ببلش من الجول دور
وانت بتبلش من 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 سوري انا ببلش من من وين انا باتجاه الجول والجول من عند الجول بشغل برنامج ثاني نروح باتجاه باتجاهي انا وين انا هلا وين نلقى بالطريق نتفاهم نحكي مع بعض منين جيت نجمع الباص ونقول هذا الباص فكركم احسن هو هو انا بدور عليه هو بدور عليه باطل باطل يعني باطل بس بس انا بس بطيخ ليش شو مشكلته اللي هي مش المشكله زي هيك يعني المشكلة هون شباب يعني سيرتس من الدين يصلي from two directions forward from the initial and backward from the goal until they meet in the middle. The idea is to have the axle مش الكوست بي للقوة دي في الوضع الطبيعي هلا البي للقوة دي أنا أكثر البي للقوة دي ولا بي للقوة دي على اثنين زائد بي للقوة دي على اثنين هاي أصغر مجموع هذول أقل بكثير من البي قوة دي ولا لا هلا هذا الموضوع إذا اتبعنا هذا الموضوع المشكلة وين may lead to substantial savings if it is applicable. إذا بتقدر تطبقيها بتكون كثير وفرت وقت. بعض إلها مشاكل. مشاكل تبعتها producer procedures no must be generated which is not always possible. يعني ما تقدرش مرات ترجع مش كل الحالات بقدر أنا أرجع النجوم. Search must be coordinated between the two sets. بدنا واحد وكأنه وقف بين اثنين وكلها لحظة. بدنا نعمل synchronization. أنا مش كيفية synchronization بين وهذا بكلف وقت كمان حسابات بكلف وقت. One search must keep all notes in memory عشان نقدر بعدها نحط توباس اللي بيطلع معنا على جنب. هاي هو النكسة اللي بطلع معنا. هاي سمري لكل الكلام اللي حكيته بتقرأوها. هذا الكلام حسب الابليكيشن. ففي احنا اخذنا اكثر من الالغوريثم. اخذنا اكثر من الالغوريثم. ولحد الان بالمناسبة خلينا نقول انت حسب الابليكيشن بتطبق ايش اللي بدك اياه انت بتطبق اللي بدك اياه يعني اخذنا اكثر من نوع الالجوريثم وانت بتشوف انه احسن هلا الدبريد اذا كانت السوليوشنز مالها عاده على السطح بنسميها بسرعه اليونيفور إذا كان الكوست عندنا مهم least cost solution is required يعني إذا الكوست عندنا له دور depth إذا في عندنا أكثر من solution زي ندور على أكثر كزية قد يكون قد يكون مليح الiterative إذا كان عند وين استعمل الiterative جزء من الذاكرة مش معناه ليش الذاكرة يعني worst case تشوف كيف وضعه إنه سبيس لما بكون عندي مشكلة سبيس الثلاثة دي بين قد إنه يكون بالمناسبة لحد الآن في ذكاء صناعي بالموضوع جزء تخيلكم إحنا قاعدين ندرس الجوريثمز مش ذكاء صناعي صح؟ فيش ذكاء صناعي بس لحد الآن فيش أفكار إبداعية غير بدنا إشي اللي أنا بدي أروح البستيستريم يعني هلا أنت وين الذكاء تبعك أنا مثلاً كل روح البستيستريم أقول لك هو
وانا معي سيارة بس على شطرة. قل لك هو كل روح هيك او روح كذا نفسي اطلع عليه مباشرة. بدنا الجوريثمز اللي كثير تكون سريعة. هذا بيكون موضوعنا في المحاضرة القادمة. في حدا عنده اي سؤال قبل ما اسكر؟ قبل ما نخلص المحاضرة، في عنده حدا عنده اي سؤال؟ مش معقول فيش حدا عنده اي سؤال. مفهومة 100% المحاضرة؟ اه؟ طيب تدرسوا اذا انا في اشياء في السلايدز اللي شرحتهاش عشان الوقت تدرسوها، وكمان بالكتاب تطلعوا كل الموجود بالكتاب، وهي المشروع انكم بدكم تعملوا سيميليشن لكل الالجوريزمز اللي عملناها.